أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى فلما رآها تهتز كأنها
شكرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah.